بعد سلسلة مظاهرات ووقفات احتجاجية ونتيجة لنضال مستمر دام قرابة 3 سنوات، تمكن أهالي جديد المكر ومعهم أبناء المجتمع العربي من إفشال مخطط طنطور وما ترتب عنه من تبعات كارثية. تم رفع اليد عن مصادرة كافة الأراضي الخاصة، ولم نكتفي بذلك بل استعدنا أراضي كانت صدرت أيام يوم الأرض الخالد في سنة 76، اللي هي أرض طنطور اللي صدرت مع مصادرة أراضي يوم الأرض، فتم استعادتها في الكامل، ما مساحته 2700 دونم، وهذا إنجاز وطني تاريخي على مستوى شعبنا وعلى مستوى الجماهير الفلسطينية في الداخل. حماية مئات الدونمات التي تعود ملكيتها للمواطنين في قرية جديد المكر من المصادرة ومنع إقامة تجمع سكاني مكتظ كان من المفترض أن يشمل 15,000 وحدة سكنية على مساحة أرض لا تزيد عن 4,100 دونم، مخطط مني بالفشل بعد وقوف الأهالي وقفة واحدة وسدا منيعا. القرار الدولي كان القرار الأخير اللي كان إنه هذا المخطط عدم المصادقة عليه، والقرار الثاني اللي كان المصادقة إعداد مخطط جديد بالتعاون مع السكان. تخيل يعني من فكرة قومية كبيرة ودولة ومدينة لحارة بمساعدة السكان. وهي تعرف شو بدي أحكي لك ملاحظة برأيي، يعني من خلالكم لكل رؤساء السلطات المحلية العربية اللي بوقف على شغله على مصالح البلد، واللجان الشعبية بكل بلد توقف على مصالح البلد، ننجز كثير. تشكل وقفة أهالي جديد المكر التي أثمرت عن إفشال مخطط الطنطور الكارثي نموذجاً حياً لجدوى النضال والتصدي للمخططات الإسرائيلية المختلفة من مصادرة الأراضي إلى هدم البيوت وغيرها الكثير.